انت عايز مصر بتستقبل الجميع وكسائح بقى كعايز تتفرج على الماتشات بتاع، لكن ما ملوش اي صفه مع منتخبنا الوطني. ده اللي احنا عارفينه، او ده اللي احنا عايزينه بالمناسبه، ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا عايزينه، مش اللي انا عايزه، اللي مصر كلها عايزاه. لما مدير فني بيرتبط اسمه باسم وكيل هو اللي بيجيب له اللعيبه اللي تلعب مع المنتخب، يبقى يستحق ان هو ما يكونش مدير فني لمنتخبنا الوطني. لما مدير فني للمنتخب يكون كلمته أو اختياراته مش من راسه، يبقى لا يستحق أن يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني. لما يكون مدير فني مش عارف يبقى يعمل تبديلات إلا لما تجيله ورقة أو بتعليمات، يبقى لا يستحق أن يكون مدير فني للمنتخب الوطني. وكلام اللي أنا بقوله ده أنا قلته لحضراتكم قبل كده، ولكن في صورة وقائع أنا قلتها حصلت خلال الفترة اللي فاتت. إلى متى ستظل هذه العشوائية والارتجالية في قرارات اتحاد كرة القدم؟ هنفضل كده لغاية إمتى؟ هنفضل عايشين العيشة اللي احنا عايشينها دي؟ يا جماعة تخيلوا حضراتكم ان احنا عندنا قد تكون هناك، او المرحلة الأولى التي ستبدأ لتصفيات كأس العالم 2022 هتبدأ في شهر 10 اللي جاي، واحنا النهاردة 14/7، أقل من 3 شهور، أقل من 3 شهور وما عملناش أي حاجة، وهناك تباين في الآراء ما بين المدير الفني الأجنبي والمدير الفني المصري. وفي النهاية أجد تصريح من المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب بيقول فيه أن أجيري قاعد وموجود وعقده شغال. يا نهار، مش مصدق نفسي، والله ما مصدق اللي بيحصل. امبارح بتبعت تقول، او من كام يوم بتقول ان القايمه يوم 29، او هنبدا القيد المحلي من يوم 29. طب حضرتك يعني اتعب شويه وقول انا هبدا القيد المحلي يوم 29 على الاسس التاليه 1 2 3 4 او 5 6 10 عشان الانديه تشتغل، عشان الانديه تشوف هتعمل ايه. ده بالنسبه للانديه وبعيدا عن المنتخب. بالنسبه للمنتخب بعيدا عن الانديه بقى، ان اجيري مكمل. انا بقول لحضراتكم اجيري لغايه دلوقتي مكمل. هو في ايه يا جماعه؟ اجيري لغايه دلوقتي موجود مع هو المدير الفني للمنتخب الوطني خافير اجيري. يا سياده اللواء بعد اذنك، ثروت سويلم راجل محترم جدا، من فضل حضرتك احنا محتاجين نعرف كل الاسئله اللي احنا بنسالها، واللي مش انا اللي بسالها بالمناسبه، انا ناس وهي جايه واحنا رايحين واحنا ماشيين. يا كابتن، هو القيد المحلي ده اتفتح، طب القايمه كام واحد؟ انت تعرف القايمه كام واحد؟ تخيلوا حضراتكم، يعني المفروض ان الواحد يبقى فاهم عارف الكلام ده. احنا ما نعرفوش، في مسؤولين ما يعرفوهوش، لانه اللي بيحط او اللي بيعمل الاساسات دي هو اتحاد كره القدم، أو اللي بيحط اللوائح دي هو اتحاد كرة القدم. 25 ولا 30؟ سوري ولا محلي؟ أجنبي ولا مش أجنبي؟ هنسوق لاعبتنا ولا مش هنسوق لاعبتنا؟ حرس الحدود أو الجونة لو تفتكروا. الموضوع يا جماعة بجد. وبعدين دلوقتي اللي أنا شايفه في تصريحات أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اللي استقالوا، يعني إن كل واحد فيهم